أهلا بكم في برنامج الصفحة الأولى وجولة في الصحافة حول العالم، نبدأها بالعناوين. الغارديان تقول إن الانتخابات التونسية ستسفر عن برلمان يهيمن عليه الرجال. وول ستريت جورنال ترى أن احتجاجات إيران تشكل تحديا للحكومة لكن لا تعرضها لخطر السقوط الفوري. موقع أحوال التركي يؤكد تركيا غربية قولا معادية للغرب فعلا. يدلي التونسيون بأصواتهم لاختيار نواب البرلمان في الانتخابات التشريعية المبكرة وسط انقساما في المواقف بين مؤيد ومعارض. صحيفة الغارديان البريطانية نشرت تقريرا عن الموضوع بعنوان: من المقرر أن تسفر الانتخابات التونسية عن برلمان يهيمن عليه الرجال. تتحدث الصحيفة عن الانتخابات التي يتنافس فيها 1058 مرشحاً على 161 مقعداً، مؤكدة أن البرلمان الجديد سيبدو مختلفاً تماماً عن عام 2014 عندما كان ما يقرب من ثلث أعضاء البرلمان من النساء. إذ نقلت الصحيفة عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنه تمت الموافقة على 122 مرشحة فقط مقارنة ب 936 رجل. كما نقلت الصحيفة عن نشطاء تحذيرهم من أن البرلمان الجديد سيكون ذي سلطات قليلة وكذلك أقلية من النساء، مشيرين إلى إلغاء شرط التناوب بين الجنسين على قوائم المرشحين، ما اعتبرته الصحيفة أمراً مثيراً للقلق في بلد لطالما افتخر بأنه الأكثر نسوية في المنطقة. في المقابل نقلت الصحيفة عن أصحاب الرأي الآخر أن الرئيس التونسي قيس سعيد عين العام الماضي نجلاء بودن لتكون أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في دولة عربية، بينما يؤكد المنتقدون أن خطاباتها العامة شحيحة ويرونها مجرد موظفة لدى الرئيس. ينظم هذه الانتخابات قانون الانتخابات الجديد الذي أصدره الرئيس في سبتمبر الماضي، والذي يشترط على المرشحين المحتملين تقديم 400 توقيع للناخبين المسجلين من دوائرهم الانتخابية وتمويل الذاتي أو تمويل حملاتهم من القطاع الخاص. لذا فيراها المدافعون عن حقوق المرأة قانوناً ظالماً للمرأة، لأنه من غير المرجح أن يكون لدى النساء نفس الشبكات المحلية القوية لرعاية ترشيحهن مثل الرجال، والوسائل المالية نفسها مثل نظرائهن من الرجال. من تونس ينضم إلينا أبو بكر الصغير الكاتب والباحث في العلوم السياسية. سيد أبو بكر، عندما نتحدث عن موافقة على 122 مرشحة فقط مقابل 936 رجلا، هل يمكن أن يدلل هذا الرقم على شيء؟ هل يظلم المرأة مع الأخذ بعين الاعتبار وجود نجلاء بودن أول رئيسة وزراء في الدول العربية؟ نعم، بالفعل القانون الانتخابي سهى عن هذه النقطة التي تكتسي أهمية بالغة خاصة في مجتمع مثل المجتمع التونسي باعتبار المكاسب والريادة التي حققتها المرأة التونسية في عديد المجالات. ومن باب المفارقة أن تقريبا أكثر الناخبين هن من النساء، 52% من مجموع الناخبين الذي يقارب تقريبا 9 ملايين هن نساء، وبالتالي والرجال لا يمثلون إلا في حدود 48%. أعتقد أنه بالفعل هذا كان تقدير موقف كل الأطراف وخاصة الجمعيات النسائية، هذا من جانب. ولكن الإشكال الأهم هو هذه انتخابات لأول مرة منذ 2011 وهي الرابعة التي تحصل في تونس، تتم ليس على أساس قائمات حزبية بل على أساس
الأفراد، وكان يمكن للنساء أن يتقدمن للترشح، وخاصة أنهن بإمكانهن أن يوفرن 400 تزكية، الشرط المطلوب في تقديم هذا الترشح. أعتقد أن هذا بالفعل هنالك نقطة سلبية في هذا الجانب، أرجو أن يتم تداركها في المجلس الثاني الذي ستجرى الانتخابات حوله في فترة لاحقة، وهو المتعلق بالحكم المحلي. طيب، هذه الانتخابات سيد أبو بكر يعني تجري بعد وضع قانون جديد للانتخابات بآلية جديدة لطريقة الاقتراع، وبالتالي إلى أي مدى يمكن أن تسفر عن واقع جديد، أن تسهم في تحقيق الاستقرار السياسي المنشود في تونس؟ لا يجب وضع هذه الانتخابات في إطار معزول عن بقية الخطوات التي أقرها رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ 25 يوليو الماضي. هنالك إجراءات أخرى مهمة مثل الاستفتاء الذي وقع يوم 25 يوليو 2022، وكذلك الاستشارات التي حصلت في حول عديد المسائل والجوانب المهمة، وكذلك القوانين الجديدة التي تدفع بها السلطة الحاكمة اليوم. أنا أعتقد أن مشروع الرئيس الجمهورية قيس سعيد بدأت تتضح ملامحه، أنه يريد تونس جديدة، تونس بعيدة عن المحاصصات الحزبية وبعيدة عن العقلية الغنيمة التي رأيناها وعشنا على وقعها خلال العشريات الماضية، وتونس التي تحترم الإنسان وليس سلعنة. إذن هي يعني برأيك لخدمة أجندات خطوة على طريق الجمهورية الجديدة، تكمل إجراءات الجمهورية الجديدة، ما فرص تحقيق ذلك على أرض الواقع إذا ما نظرنا إلى الملف الاقتصادي المتعثر والسياسي المتوتر أيضا؟ هذا سؤال جيد. بالفعل الأمور صعبة ومعقدة جدا. تونس تمر بمرحلة دقيقة وظرف حساس، لأن في نهاية الأمر هذه الإصلاحات السياسية مهما كانت أهميتها، إذا لم تسند بحالة من الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لن تعطي جدواها ولن تحقق النتائج المرجوة. تونس هنالك نقطة سلبية، هنالك عنصر ضعيف في السياسة التونسية هو الموصول بالشأن الدبلوماسي. تونس كانت لها خلال الأشهر الأخيرة في حيز زمني قصير جدا 4 من أهم القمم، وكان لتونس دور مهم فيها، وكانت هي القمة اليابانية تيكاد 8 الإفريقية، وكذلك القمة الفرنكوفونية، والقمة العربية، والقمة الصينية العربية، وأخيرا القمة الأمريكية الإفريقية. إذا كانت تونس بالفعل اجتهدت وعملت، وأنا أقصد هنا الإدارة في اتجاه أنها تحاول أن تستثمر هذه المناسبات التي تكتسي أهمية بالغة من أجل توفير أقصى ما يمكن من المشاريع والاستثمارات، كان يمكن أن تساعد في عملية الإصلاح السياسي. ولكن في المحصلة ما نراه اليوم لم تكن النتائج في مستوى الآمال التي كانت مرجوة عليها، وأعتقد هذا تقصير وهذا نقطة ضعف الدبلوماسية التونسية التي لا تبذل جهودا كبيرة من أجل دعم هذا المشروع الإصلاحي الذي يتجه إليه رئيس الجمهورية قيس سعيد، وبالتالي قد يكون الثمن باهظا. طيب، بالحديث عن الدبلوماسية التونسية والمواقف الدولية، كيف تقيمها في هذه الانتخابات؟ نعلم أيضا أن هناك جهات كانت تسعى لقيام أو كانت تقوم بحشد دولي لتعطيل هذه الانتخابات أو حتى تشويه سمعتها. نعم، هذا سؤال جيد جدا. أنا أعتقد هذه الجهات التي تقصدينها هي كسبت تجربة وكسبت كذلك خبرة مهمة خلال السنوات حكمها العشرية القادمة، وكذلك أسست لشبكة من العلاقات والتحالفات القوية. سيدتي أنت تعلمين أكثر مني أن المؤثر والفاعل في الشأن الداخلي والخارجي وفي الشأن العالمي بشكل عام هو ما يسمى اليوم بهذه القوى الناعمة، القوى اللامادية التي بالفعل تراهن على
توظيف واستثمار العلاقات وكذلك الصداقات مع البلدان الشقيقة والصديقة من أجل تحقيق المكاسب والإنجازات للبلدان. أعتقد أن في هذا الجانب تونس لم تعطي أهمية كبيرة جدا. ناهيك سيدتي، إلى حد اليوم هنالك تقريبا 35 بين سفارة وقنصلية لم يعين عليها مسؤول. هنالك كذلك، أنا هذا من باب العلم بالشيء، أطراف كنت في الرياض وكنت في عواصم عربية أخرى، ودائما يلحون أن التونسيين لا يقدمون ملفات فيما يتعلق بالمشاريع التي نريد أن نساعدهم فيهم. وهذا حصل كذلك في القمة الأمريكية الإفريقية، لم تونس ملف تونس ليس هنالك أطراف قادرة من الكفاءات أن تدافع عليه، أن تقدمه وأن تحاول أن تجني الثمار والمكاسب، وهذا حق تقريبا كل دولة. وهذا هنا هذا النقص، وهذا كذلك أنا ما أرجوه بالنسبة لرئيس الجمهورية أن يدرك أخيراً سيد، لأنه ليس من السهل أن أبو بكر، البعض يرى بأن هذه الانتخابات ربما تعلن نهاية المسيرة السياسية لحركة النهضة حسب توقعات البعض، ما رأيك؟ سيدتي الكريمة، أنا أستحضر جملة مهمة كتبتها الواشنطن بوست عندما قالت أن قوس الإسلام السياسي وحركة الإخوان أغلق في تونس، وهذا في المحصلة النهضة لم تعد تمثل أي شيء هنا في تونس، لم يعد لها أي تأثير. هنالك وعي في المخيال الجمعي العام أنها هي التي تتحمل المسؤولية كاملة لهذا الدمار وهذا الخراب التي عرفته تونس خلال العشية الماضية، وهي كذلك تتحمل مسؤولية أنها بالفعل عندما تمكنت من الدولة لم تنجز شيئا واحدا بقدر ما خربتها وبقدر ما وظفتها لخدمة أجندات معينة. وأعتقد أن حتى من داخل النهضة هنالك نقد ذاتي وهنالك إدراك بحجم هذه المسؤولية، وبالتالي من الأفضل حتى من بقي من هذه العناصر التي تنتمي لتنظيم الإخوان أو حركة النهضة أن تنسحب من الحياة السياسية. شكرا جزيلا لك أبو بكر الصغير، الكاتب والباحث في العلوم السياسية، كنت معنا من تونس. وأواصل معكم جولتنا في الصحافة ومتابعة لأبرز ما اهتمت به. فاينانشال تايمز تلقي الضوء على الوضع في إيران ومحاولات السيطرة على الاحتجاجات تحت عنوان إيران تتخذ موقفا متشددا ضد الاحتجاجات بإعدام ثان سريع. وتضيف الصحيفة أن عمليات الشنق العلنية تشير إلى تعنت السلطات. وول ستريت جورنال تلقي الضوء على السياسة الدفاعية اليابانية الجديدة قائلة إن اليابان ستبني جيشا أكثر قوة وتعتبر الصين الخطر الأول لها. تضيف الصحيفة أن طوكيو تخطط لإنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، وستكون صواريخها قادرة على ضرب دول أخرى. هل ستكون انتخابات 2023 نقطة تحول في تركيا؟ سؤال طرحه موقع أحوال التركي الذي يرى أن هذه الانتخابات ستحدد مستقبل البلاد واتجاهها، وبالتالي فهي ليست مهمة فقط للسياسة المحلية ولكن أيضاً على المستوى الدولي فيما يتعلق بقدرة تركيا على العمل كلاعب دولي. أما صحيفة كوميرسانت الروسية فنقلت عن الممثل الدائم للقرم لدى الرئاسة الروسية جورجي مرادوف وصفه الموقف الأمريكي بشأن شبه جزيرة القرم بأنه إعلان حرب. وكان المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي قال إن الولايات المتحدة تعترف بحق أوكرانيا في إجراء عمليات عسكرية في القرم. فيز غاليادا الروسية تنتقد الأمم المتحدة تحت عنوان نائب الأمين العام للأمم المتحدة أصبح جزءاً من موقف كييف المناهض لروسيا، حيث أدانت الصحيفة زيارة مسؤول الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة مارتن غريفيث منطقة خيرسون بدعوة من كييف وبدون موافقة موسكو. الصفحة الأولى مستمرة معكم من قناة الغد، نتابع فيها بعد الفاصل. لوكيب الفرنسية لا تستبعد أن يكون المركز الثالث في المونديال مغربياً.
أحداث متتالية وأخبار متلاحقة تمسنا وتتراكم من حولنا لتتقاطع حصيلة اليوم مع تأثيراته على الغد. أبعاد الخبر وتفاصيل المشهد وأهم أحداث اليوم ساعة بساعة أشاهدونها في الحصاد. لا تزال الاحتجاجات التي أثارها مقتل مهسا أمين في إيران في سبتمبر الماضي محل اهتمام العالم. صحيفة وول ستريت جورنال نشرت مقالا عن الموضوع تحت عنوان احتجاجات إيران تشكل تحديا للحكومة لكن لا تعرضها لخطر السقوط الفوري. في متن المقال نقلت الصحيفة الأمريكية عن مسؤولين أمنيين غربيين وشرق أوسطيين لم تسمهم أن حركة الاحتجاج الإيرانية التي اندلعت منذ 3 أشهر تمثل دافعاً دائماً للتغيير من شأنه أن يتحدى أسس النظام الإيراني، لكنه لا يمثل تهديداً مباشراً للحكومة في طهران. وبالنظر إلى سرعة إخماد الحكومة الإيرانية المظاهرات التي اندلعت في أعوام 2009، 2017 و2019 تؤكد الصحيفة أن الوضع الحالي مختلف، مضيفة أنه بينما يراقب المسؤولون الأمنيون في إسرائيل عن كثب صراع عدوهم اللدود مع المظاهرات، فإنهم يعتقدون أن النظام اهتز من صميمه وأن الاضطرابات ستستمر هذه المرة. في الوقت نفسه يرى مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون أن الافتقار إلى القيادة الموحدة يخفف من تأثير الحركة الاحتجاجية. وبحسب مسؤولين أوروبيين مقيمين في طهران فإن الحكومة الإيرانية ليست معرضة لخطر الإطاحة قريباً من قبل الاحتجاجات. نقطة أخرى نقلتها الصحيفة عن مسؤولين في إسرائيل بأن طهران ستزيد من نشاطها العسكري في الشرق الأوسط كوسيلة لصرف الانتباه عما يحدث داخل البلاد ولرفع الروح المعنوية لدى الحرس الثوري. بينما الحرب بين روسيا وأوكرانيا مستعرة ومعظم الأطراف الدولية تتبنى مواقف واضحة من الطرفين، تظل تركيا حليفة للطرفين وتلعب دور الوساطة بينهما. موقع أحوال التركي وجه انتقادات للسياسة التركية الخارجية والداخلية في مقال بعنوان تركيا غربية قولا ومعادية للغرب فعلا. يلقي الموقع نظرة على علاقة أنقرة بموسكو، فتركيا لا تشارك في حملة فرض العقوبات على روسيا وتدعمها أيضا من خلال إنشاء منفذ لمنتجاتها، كما تحولت تركيا إلى ملاذ لأنصار بوتين. يشير الموقع إلى أن تركيا ملزمة بالانصياع لروسيا التي تبني مركزا للطاقة النووية على الأراضي التركية. كما يضيف الموقع أنه كان من الممكن اعتبار تركيا ملتزمة ببعض المبادئ الغربية لو اقتصرت التناقضات على خياراتها في علاقتها الدولية، إلا أن إدارة أردوغان نفسها في تناقض مباشر مع العالم الغربي بسبب الانتهاكات الداخلية. فوفقا لتقرير فريدم هاوس لعام 2022 فإن تركيا صنفت أقل البلدان حرية في المنطقة. وكذلك تقرير هيومان رايتس ووتش الذي رصد انتكاسة في سجل حقوق الإنسان في تركيا على مدار عقود، استهداف المعارضين وتقويض استقلال القضاء وإفراغ المؤسسات الديمقراطية. يحذر الموقع التركي من أنه حتى وإن غض المجتمع الدولي الطرف عن سياسات تركيا الخارجية، فإن تجاهل ما يحدث داخل تركيا وهي عضو في حلف الناتو يضعف صورة ومصداقية الحلف والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أيضا، كما أن نهج الممارسات غير الديمقراطية سيعزل المواطنين الأتراك عن العالم الغربي. صحف
العالم اهتمت بعدد من الملفات والقضايا المختلفة، نتابع أبرز عناوينها. مجلة ديرش بيجل الألمانية تحذر من عواقب وخيمة لتخلي الصين عن سياسة صفر كوفيد، مرجحة أن المناطق الريفية على وجه الخصوص ستعاني بسبب الزيادات المفاجئة المتوقعة في الإصابات بكورونا، حيث تقول المجلة أن بكين عكست مسارها فجأة وبسرعة. أما لوفيغارو فتقول أن إيلون ماسك سيعيد حسابات الصحفيين المعلقة على منصة تويتر، وذلك بعد تهديد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات عليه. لوفيغارو أيضا تبرز التوقعات بشأن مباراة اليوم بين منتخبي المغرب وكرواتيا اللذين يتنافسان على المركز الثالث في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، وتقول إن النهائي الصغير سيحسمه أولئك الذين سيتمكنون من إعادة تحفيز أنفسهم. دماء المغرب الجديدة في مواجهة كرواتيا في النهائي الصغير، تحدثت بهذا العنوان لكيب الفرنسية عن مباراة المغرب وكرواتيا المنتظرة اليوم، غير مستبعد احتمالية أن يتغلب الفريق المغربي بقيادة وليد الرجراجي على كرواتيا، مضيفة أن بعض الوجوه المغربية على مقاعد البدلاء لديها أشياء لإثباتها. في أخبار الرياضة أيضا، ديلي ميل تنقل عن لاعب باريس سان جيرمان عبدو ديالو أن لاعب منتخب فرنسا كيليان مبابي يرى أن كريستيانو رونالدو أفضل من ليونيل ميسي. إلى هنا نصل إلى ختام جولة الصحافة العالمية، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.